السلام عليكم، انا شباب عبد الحكيم. هتكلم عن الاجزاء اللي شاركت فيها في مشروع هارت بيشنت اسيستنت. انا شاركت في جزئين، هما الماشين ليرنينج والموبايل ديفلوبمنت. اول جزء معانا هو الماشين ليرنينج. الكورسات اللي احتجتها علشان انفذ الجزء ده كان عباره عن كراش كورس عن بايثون عشان بس اعمل ريفريشمنت للمعلومات بتاعتي عنه، وكان كورس اسمه داتا ساينس اند ماشين ليرنينج دوت من على يودمي. دي الكورسات اللي ساعدتني ان انا انفذ الجزء ده. الهدف عندنا كان ان احنا نصمم موديل بياخد قرايات صحية اليوزر، ومنها يقدر يتوقع للشخص ده عرضة لأي مشاكل في القلب في ال10 سنين الجاية ولا لأ. بدأت بإني دورت على داتا سيتس في موقع كاجل، وبعد ما بدأت أبحث فيه استقريت على 3 داتا سيتس، وعشان دي طبعا كلاسيفيكيشن بروبلم فاستخدمت ألجوريزمز زي اللوجيستيك ريجريشن والسبورت فيكتور ماشين والكينيرست نيبور وديسيشن تري اند راندوم فورس. دي الاشهر الجوريزمز بنستخدمها لو ما يكون عندنا كلاسيفيكيشن بروبلم. بعد كده طبقت ال4 الجوريزمز دول على ال3 داتا سيتس اللي استقريت عليهم، وبقى معايا 12 موديل. بدات اختبر ال12 موديل دول واحسب الاكيورسي بتاع كل واحد فيهم. اخترت اعلى اكيورسي، ده كان بعد ما طبقت اللوجيستيك ريجريشن على دات سيت 1. طلع لي اكيورسي 87.9 زي ما واضح معانا في الصورة دلوقتي. الـ accuracy 87.9. دلوقتي هنبدأ نروح على جوبيتر ونشوف الخطوات اللي كنت بعملها عشان أعمل أي موديل من ال12 موديل اللي فاتوا دول. دلوقتي الخطوات اللي بتتم عشان أصمم أي موديل من اللي فاتوا تعتبر ثابتة. أول حاجة ببدأ أعمل import للـlibraries اللي أنا هحتاجها. بعد كده ببدأ أعرض الداتا بتاعتي، أشوف هل هتحتاج cleaning ولا لأ. لو هتحتاج cleaning بعمله، بس في الحالة دي هي محتاجتش cleaning. بعد كده ببدأ أقسم الداتا بتاعتي لجزئين، جزء الانبوت وجزء الاوتبوت دوت اصلا اللي انا بدور عليه. بعد كده اقسمها لتريننج سيت والتست سيت. هنا قسمتها بنسبة 30-70، خدت التست سيت بنسبة 30%. بعد كده ببدأ اعمل امبورت للموديل للالجوريزم اللي انا هشتغل عليه، وهي في الحالة ديت الالجوريزم بتاعي ديسيشن تري اند راندوم فورست. اول جزء معانا هو ديسيشن تري. بعد كده ببدأ اترين الموديل بتاعي بان انا بعمل له فيت بالتريننج داتا. بعد كده ببدا اختبره واعمل له تيست. بعد كده ببدا احسب بقى الاكيوريسي بتاعته. هنا الاكيوريسي طلعت معانا 71%. بعد كده جزء الراندوم فورست نفس الكلام، بس الفرق ان انا هنا الانستيميتور دي هو عباره عن الراندوم فورست دوت عباره عن كذا ديسيشن تري، فاخترت هنا ده عدد التريز عملته 1000. نفس الكلام ترين، بعد كده تيست، بعد كده بقى ابدا احسب الاكيوريسي. الاكيوريسي عالية طبعا لان عدد التريز عالي. كونفيوجن ماتريكس ديت ال 53 ديت بتمثل لي عدد ترو بوزيتيف، وال 10 دي بتمثل لي عدد الفولس بوزيتيف، ال7 بتمثل لي الفولس نيجاتيف، وال 20 دي بتمثل لي ترو نيجاتيف. بس، ونفس الكلام بينطبق على ال 11 موديل التانيين. تاني جزء معانا هو الموبايل ابلكيشن. دي الكورسات اللي احتجتها عشان انفذ الجزء ده. اول حاجه في الاجزاء اللي نفذتها هي البروفايل بيج للدكتور والبيشنت. بالنسبة للبيرسونال داتا فبيظهر لك في البروفايل الفيرست نيم واللاست نيم، بعد كده تحتهم يظهر الايميل، بعد كده البايو الخاصة بيك، بعد كده اللوكيشن اللي تسجل الكتب ساعة التسجيل. دلوقتي بقى هنشوف ازاي الداتا اتجابت واتعرضت بالطريقة دي. علشان اقدر اجيب الداتا فعملت فانكشن اسمها شو داتا، طبعا الفانكشن فيوتشر اسينك عشان انا بتعامل مع سيرفر. عملت بعد كده متغير اسمه ريسبونس، حطيت فيه ال get request بتاعي. get request عن طريق ال اللينك بتاع ال API، وحطيت ال required headers. في الحالة دي ال required headers بتاعتي هي التوكن اللي بيميز كل يوزر عن التاني. بعد كده جبت ال body بتاع ال response دوت وعملت له decode عشان اقدر اعمل لها return كمان. بعد كده في البروفايل نفسه استدعيت ال function اللي اسمها show data اللي عملتها من الفايل اللي اسمه database helper. بعد كده جيت عملت زي رو، تصميم رو عبارة عن الفيرست نيم جنب اللاست نيم عشان يجوا جنب بعض بالشكل اللي احنا شفناه كتكست، الداتا بتاعته نفسها تحتهم على طول. قفلت الرو، بعد كده تحتهم على طول عملت الداتا بتاعت الايميل كتكست. بعد كده فتحت رو جديد كتبت بايو، حطيت بعد كده الداتا بتاعت البايو. نفس الكلام في اللوكيشن، عملت رو جديد كتبت لوكيشن وحطيت بعد كده الداتا بتاعت اللوكيشن، وبعد كده قفلت الرو. تاني جزء معانا في البروفايل بيج هو البروفايل بيكتشر. اليوزر يقدر يعمل ابلود للبروفايل بيكتشر بتاعته، يقدر يختار البروفايل بيكتشر ديت من الكاميرا او من الجاليري. ودلوقتي هنروح للكود ونشوف ازاي الفيتشر دي اتعملت وتمت. بالنسبة لجزء البروفايل بيكتشر، فأول حاجة معانا هي البوتوم شيت اللي بيظهر لما بدوس على الأيكون على شكل كاميرا اللي بتغير الصورة اللي موجودة جنب الصورة الديفولت أصلا.
بيبدأ يظهر لي أول حاجة تشوز بروفايل الفوتو ده تكست عادي، بعد كده في رو عبارة عن 2 ايكونز جنب بعض، أول ايكون على شكل كاميرا، الامبريز بتاعها بتخلي الايمج سورس يجي من الكاميرا، تاني ايكون على شكل صورة سميتها جاليري، لما بيداس عليها الامبريز بتاعها بيخلي الايمج سورس من الجاليري نفسها. بعد كده في 3 فانكشن هما دول اللي بينفذوا العملية نفسها. اول فانكشن التيك فوتو دي استخدمنا ايمج بيكر، وايمج بيكر دي البلوجن اللي بتتيح لي اصلا ان انا اجيب الصورة من سواء من كاميرا او من جاليري. تاني فانكشن هي السيف ايمج، ودي الفانكشن اللي محطوطة اون بريزد في الزرار اللي موجود اخر حاجة في البروفايل بيج، لما بيتداس عليه بيبدأ تسيف الصورة بباص معين خاص بيها. بعد كده في اللود ايمج بيبدأ يعرض الصورة، بقى يعمل لها لود في البروفايل بيج وتظهر مكان الصورة الديفولت اللي قبل كده، عن طريق ان هو بيعمل سيف ستيت بيخلي الايمج باص هو الايمج باص اللي اتسيف قبل كده، فبتبدأ الصورة دي تعمل لها لودنج وتظهر في البروفايل بيج. بس الفكرة في ايمج بيكر اللي احنا استخدمناها دي، دي ما بتشتغلش على السيميوليتور، دي بتشتغل على ريل ديفايس بس. لما جينا جربناها على ريل ديفايس اشتغلت عادي، في السيميوليتور بيحصل كراش وبيتعمل لوست كونكشن للديفايس، عشان اصلا الديفايس ما بيبقاش السيميوليتور دوت ما بيبقاش يعني بيحاكي الديفايس قوي من ناحية اللي هو الستورج والداتا وانك تحط عليه صور وكده، فهي ما اشتغلتش على السيميوليتور لكن اشتغلت عادي على ريل ديفايس عادي. بعد كده معانا الجزء بتاع السيرفيس اللي بنقدمها للبيشنت. اول حاجة فيها عبارة عن تيبس بيج، دي بتظهر للمريض اول ما يعمل ساين اب لأول مرة، ويقدر يعمل عليها اكسس تاني من خلال السيرفيس بيج. ظهر قدامنا الصورة اللي على اليمين خالص، دي بيبقى فيها تيبس المريض تساعده انه يقلل خطورة تعرضه لأي نوبات قلبية مفاجئة او اي مضاعفات ممكن تحصل. تاني سيرفيس معانا وهي الاكتيفيتيز، ودي ظاهرة في الصورتين اللي بعد كده، وهي اكتيفيتيز بنقدم فيها لليوزر مجموعة من الاكسرسايز اللي بتساعده يعيش حياة صحية اكتر. بنبدأ نديله كذا نوع من الاكسرسايز دي ونشرح له فايدة كل نوع وينفذه كام مرة وامثلة على النوع ده. تالت سيرفيس معانا وهي الدايت، بنقدم لليوزر وجبات صحية على مدار اليوم سواء كان فطار أو غدا أو عشاء، وكل فترة منهم بنقدم له ليها 3 وجبات يختار منهم اللي يناسبه. بيبقى معانا كتوتال 9 وجبات كده، بنعرض له الشكل النهائي للوجبة واسمها والمكونات اللي محتاجها عشان ينفذها وطريقة عملها بشكل مبسط، بحيث نضمن إن اليوزر بتاعنا بياكل أكل صحي ما يعملوش أي مضاعفات بعد كده. رابع سيرويس معانا وهي الجيب بريدكشن، وهنا ربطت الابليكيشن بالماشين ليرنينج موديل اللي كنت عامله. بيبدأ اليوزر يدخل القرايات الصحية بتاعته ويختار التايب بتاعه، بعدها بيحصل على النتيجة وهتبقى حاجة من الاتنين. في الصورة اللي عندنا على اليمين هو كده في مشكلة عنده، فبنقول له we got your back, we recommend you to contact one of our doctor، ونسبة الخطورة 77.75%. الصورة اللي على الشمال دوت كده مفيش مشكلة عنده، don't worry، والنسبة مجرد 93%، فنسبة ضئيلة جدا. اما بقى بالنسبه للايرور هاندلنج اللي موجود في الجزء ده، فلو المريض ما دخلش كل البيانات المطلوبه او ما اختارش التايب بتاعه بيظهر له ايرور مسج زي دول. لو ما اختارش التايب بتاعه بيظهر له زي الصوره اللي على اليمين بيقول له بليز شوز يور تايب، اما لما ما كملش البيانات بيقول له زي الصوره اللي على الشمال بليز كومبليت يور داتا. دلوقتي بقى نبدا نروح نشوف السيرفيس دي اتعملت ازاي اصلا من الاول للاخر. بالنسبة بقى للبريدكشن، فأنا عملت فانكشن اسمها بريدكت. أول حاجة عملتها إن التكست فيلد اللي اليوزر بيدخل فيها البيانات ديت بتبقى من نوع سترينج، بس الموديل هناك مستني داتا من نوع انتجر، فبدأت أعمل بارس إن أنا بحول الداتا من سترينج تكست لانتجر. وهنا بدأت هاندل إن لما يختار ميل يروح للموديل زيرو، ولما يختار في ميل يروح للموديل واحد. بعد كده عملت بوست ريكويست باللينك بتاع الاي بي اي، وبعت البادي موجود فيه الداتا اللي اليوزر دخلها، هتروح الموديل هياخدها كتست داتا ويبدأ يران عليها ويطلع لي النتيجة، وببدأ اعرضها لليوزر في اليرت دايلوج في اي حالة من الحالتين اللي عندي. بعد كده ببدأ ده التصميم بتاع السكرين نفسها، ان انا هعرض اهي التكست فيلدز اللي بيملاها، ده الشيست بين، الريست بلاد بريشر، وهكذا كل التكست فيلدز اللي بيجي يملاها. بعد كده عندي ده البوتون اللي هو بتاع البريدكشن فيه الايرور هاندلنج، ان هو لو ساب اي حاجه من الفيلدز امبتي
بيظهر له الايرور ويقول له بليز كومبليت يور داتا، او في الحاله التانية else if لو ما اختارش هو ميل ولا فيميل بيظهر له ايرور ان هو يختار الطيب، else بقى ان هو يبريدكت لو الاتنين ايرور ما حصلوش بيبدأ يبريدكت. خامس سيرفيس معانا وهي الهيلث ريكورد، وهنا انا ربطت الابلكيشن بالاي او تي ديفايس وببدا اظهر لليوزر اخر قرايات للهارت ريت والاكسجين ليفل زي ما احنا شايفين في السكرين اللي على اليمين، وده حصل عن طريق ان انا ببعت جيت ريكويست للداتابيز بالريكوايرد هيدرز وببدا اجيب اخر قرايات للسنسور واعرضها كليستايل لليوزر زي ما انتم شايفين كهارت ريت واكسجين ليفل. بعد كده عندنا about us page، دي static page screen عادية موجود فيها السبب اللي خلانا نعمل الفكرة دي، المستخدمين بتوعنا ايه، السيرفيس اللي بنقدمها لهم ايه. بعد كده المشاكل اللي قابلتني، فكان في فلاتر لما بيحصل update ممكن السينتاكس بتاع function او package معينة يتغير، فده كان بيسبب لنا error كنا بنتعب على ما نوصل لسببها وحلها. تاني مشكلة هي كانت ان ال dimension بتتغير من device ل device، فدي كانت مشكلة مش عارفين سببها لغاية ما عملت سيرش وصلت لأن ممكن نستخدم حاجة اسمها ميديا كويري. دي بتشتغل ازاي؟ بحيث ان هي بتاخد ابعاد الشاشة بتاعة الجهاز وتظبط الابعاد بناء عليها، فبدأت استخدمها في باقي الدايمنشنز بتاعة الابليكيشن بس.